تم زي ما حضراتكم عارفين يوم الاثنين الساعة تقريبا كانت 3:30 أو 4 الانتهاء من جلسة مجلس النواب بعد ما الدكتور مصطفى مدبولي تفضل بعرض بيان الحكومة أو برنامج الحكومة. جلسة كانت تقريبا مدتها حوالي 1:30 تقريبا حاجة زي كده. وبناء عليه معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب شكل لجنة برلمانية لدراسة هذا البيان برئاسة المستشار أحمد سعد طبعا وكيل مجلس النواب وبعضوية 42 نائب مشكلين بالأساس من رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين والمعارضة. هتلاقي شرقاوي وفرغالي في اللجنة. حلو كده؟ يعني ممثلين عن المعارضة في البرلمان. اللجنة شغلتها تعمل ايه؟ هتقعد تقرأ وتفحص وتفصفص وتدقق كويس؟ وتبدأ تشتغل على بقى ايه البيان ده. طيب النهاردة بدأ العمل بهذه اللجنة، يعني النهاردة كان أول انعقاد لهذه اللجنة، وطبعا اللجنة مش بتيجي في يوم تروح واخدة كل الوزارات، لا هي بتاخد مجموعة من الوزارات وبعدين تاخد مجموعة أخرى وما إلى ذلك. طب بيدوروا على إيه أو بيشتغلوا على إيه تحديدا؟ مدى التزام البرنامج أولا بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. طيب لأن توجيهات رئيس الجمهورية قائمة على إيه؟ قائمة على تلبية تطلعات وطموحات الشعب المصري، قائمة على تحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطن وبشكل عاجل وملموس. معايا على التليفون سيادة النائب أحمد فتحي عضو اللجنة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، لكن الأهم من كل ذلك أنه صديقي العزيز. إزيك يا سيادة النائب؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ إزيك؟ أخبارك أنت؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد طيب. لله صديقي النائب أحمد فتحي الرجل النشيط المدقق جدا. حلو، عايز أعرف منك لا بس دي حقيقة يعني أحمد، يعني ده بجد والله. خليني أسألك على أول يوم للجنة النهاردة، بدأ إزاي وعملتوا فيه إيه وهل بدأتوا توصلوا لبعض النتائج؟ هل في ملاحظات؟ يعني أسهب القول قول. يعني النهاردة كانت أولى جلسات مناقشة الحكومة في البيان وفي البرنامج. شرفونا 7 وزراء، الجلسة الأولى كان فيها 4 من السادة الوزراء، وبصراحة يعني في منهم 3 يعني اللي هي الحقيبة الاقتصادية، وده أهم محور بنبني عليه كل الأيام الجاية. يعني تشرفنا بالحضور ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عشان هي حصل كان من نوع من أنواع توصيات الحوار الوطني إن يحصل عملية الدمج ما بين التخطيط والتعاون الدولي، وده حصل على أرض الواقع. صحيح. شرفنا معالي وزير المالية ومعالي وزير الاستثمار. أيوة. وكمان زاودا عليه وزارة الاستثمار وزارة التجارة الخارجية، وطبعا يعني المستشار الجليل محمود بي فوزي معالي وزير الشؤون المجالس النيابية والقانونية، وزاد عليها كلمة التواصل السياسي عشان ده كمان مدلول محترم جدا اللي بيقول إن مازال الحوار الوطني مستمر سواء بجلساته أو بالتوصيات المحترمة اللي طلعت خلال الفترة اللي فاتت، وتمت مناقشتها النهاردة يا يوسف مع الحكومة هتنفذوا التوصيات ازاي، البرنامج حضراتكم هتعملوا فيه ايه. بصراحة يعني النهاردة 42 نائب تحدثوا في كل صغيرة وكبيرة فيما يخص الملف الاقتصادي. كنت انا مهتم جدا بملف يعني قعدنا نشتغل عليه على مدار 2 سنين في الحوار الوطني، سنة كاملة 9 شهور بالكامل جلسات تمهيدية لحد يوم 15/6/2023 كانت انطلاقة جلسة بعنوان دعم الدولة المصرية ملف ريادة الأعمال، وإزاي إن ملف ريادة الأعمال ده يرفع من اقتصادنا الوطني. فكان قدامنا ومعالي وزيرة التخطيط ووزير المالية ووزير الاستثمار حضراتكم رؤيتكم إيه؟ لقينا بصراحة وإحنا بنقرأ طبعا امبارح قعدنا نذاكر مذاكرة كبيرة جدا عشان خاطر نبقى يعني محددين في الكلام معاهم، وبس لقيت في برنامج الحكومة إن ملف ريادة الأعمال بالذات في محور بناء الإنسان المصري في ذكرت 4 مرات في 4
برامج مختلفه، سواء مع الشباب والرياضه، سواء مع التعليم العالي والتعليم والتربيه والتعليم والتعليم الفني. وايضا حاجه مهمه جدا والاستثمار كانت بتتكلم عنها ان هي عايزه تعمل عمليه الدمج ما بين كل الوزارات المعنيه عشان خاطر تحقق الغرض المرجو منه، الا وهو الارقام. يعني الشباب اللي بتسمعنا دلوقتي واهاليهم اللي بيسمعونا، كنا بنسال زمان يا يوسف من فتره كده، انتوا حضراتكم كحكومه عملتوا كام شركه ناشئه؟ ما كانش فيه اجابه. طيب الاجابه كانت بتيجي ان الوزاره الفلانيه قدرت تدعم 10 شركات، وزاره تانيه قدرت تدعم 100 شركه. بناء على ايه؟ طب والدعم دوت، هل ده دعم مادي؟ ولا دعم بحوافز ضريبيه؟ عشان خاطر احنا كانت مناقشات في القانون ده بالذات اللي هو 152 لسنه 2020 اللي هو الداعم للمشروعات الصغيره والشركات الناشئه، كنا بنسال النهارده وزير الاستثمار ووزير الماليه، حضراتكم ما بتطبقوش قانون دوت، وما يعني والبرلمان عمل في الفصل التشريعي اللي فات مجهود كبير فيه لحد ما طلع للنور، بس للاسف ما شافش النور من قبل الشباب اللي عايز ينشئ شركاته. كنا بنتكلم عن الحوافز للساده المستثمرين اللي عايزين يستثمروا سواء المحليين او المستثمر الاجنبي. حضراتكم تطلعاتكم ايه في البرنامج ده؟ عايز اقول لحضرتك يعني الردود ما كانتش جايه بتيجي ان انا دفاعا عن الحكومه، لا بصراحه احنا كان عندنا مشكله ان فعلا كان الملف تايه ما بين الوزارات، لحد ما دوله رئيس الوزراء من فتره جه اسس وحده محترمه جدا قدرت تجمع كل الوزارات والخبراء، غير الوزارات، الخبراء اللي شغالين في ملف رياده الاعمال. فالوحده دي كل شهر بتريبورت، بترفع تقرير لدوله رئيس الوزراء بالتحديات، بالمشاكل، بالتنفيذ على ارض الواقع، بكام وزاره قدرت توصل لاكبر عدد ممكن من تعليم وتدريب وتاهيل الشباب عن مفهوم رياده الاعمال. طب ماذا بعد التدريب والتاهيل؟ الدوله بتنشئ حاليا وبتشتغل على صندوق استثماري عشان خاطر تعمل استثمار في الشركات الناشئه. كل ده يعني بيدي كده زي ما بقول لك كده رؤيه مستقبليه ان فعلا الملفات اللي الحوار الوطني تحدث عنها الحكومه مهتميه بيها وبتنفذها على ارض الواقع. فده فيما يخص، عشان ما اطولش عليك عشان بالعكس محور مهم جدا الثقافه، ده بالنسبه لي برضو كان مهم جدا في الجلسه الثانيه. احنا كان عندنا مشكله كبيره قوي يا يوسف بتخص عمليه التطرف سواء من طلبه في النشأ في المدارس او في الجامعات، وكمان مفهوم فكره الثقافه ووزاره الثقافه هي هل واصله لمجموعه كبيره من شباب المدارس والجامعات ولا لا؟ كانت الاجابه ما اكذبش عليك في الحوار الوطني ما نعرفش اي حاجه لا عن وزاره الاوقاف ولا عن وزاره الثقافه. النهارده بصراحه يعني السيد وزير الثقافه والسيد وزير الاوقاف برؤيه محترمه تنفيذيه، وتنفيذيه دي بقول مش قابل للتنفيذ، هي هتتنفذ ان شاء الله على ارض الواقع، ان هو لما ينزل للنشأ في المدارس وفي الجامعات ويبقى في تعاون مثمر والتشبيك يا يوسف ما بين وزاره التعليم العالي والشباب والرياضه واللي بيحصل مع التربيه والتعليم وكمان الاوقاف والثقافه، ده هيدينا مدلول مهم جدا. كانت جلسه مهمه، وانت طبعا يعني اتشرفت ان انا طلعت معاك اكتر من حلقه ودايما بنسلط الضوء عليها، وانت كنت واحد من القيادات الشبابيه داخل الاتحادات الطلابيه، كنت دايما بنخاطب النهارده وزير الماليه وزير الثقافه ووزير الاوقاف، حضراتكم عايزين توصلوا للناس ازاي اذا انتوا عندكم كنز اسمه اتحاد طلاب مدارس الجمهوريه؟ وجوه الاتحاد يا يوسف في حاجه اسمها اللجنه الدينيه والثقافيه. اللجنه الدينيه والثقافيه ايام الحوار الوطني ما فيش اي حكومه بتتواصل معاها. فلما النهارده الاقي وزير الثقافه والاقي وزير الاوقاف بيقول لك لا عشان نجدد الخطاب الديني وعشان يبقى احنا عندنا اصول ثقافه على حق، واللي احنا عندنا مسارح المدرسه ومسارح الجامعه ان احنا نقدر ندور على ونكتشف المواهب اللي فعلا نقدر نقول ان احنا عندنا جيل محترم موجود في الاتحاد الطلبه، فلقيت عمليه القبول ما بين اللي احنا بنقوله وما بين ان هم بيتقبلوا القصه ومعترفين ان احنا ما وصلناش للمجموعه دي كلها، معترفين ان احنا عايزين نتواصل. فلما يبقى في تعاون مثمر ما بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه وايضا الحوار الوطني، هو ده بصراحه الغرض اللي مرجو منه. طب انا احمد في الحته دي باعتبار بقى انت فكرتني بايام اتحادات الطلبه وبتاع، رجعتني لايام زمان قوي.
انا اتذكر كويس جدا جدا ان انا في وقت من الاوقات دخلت الانتخابات بتاعه اتحاد طلاب الجمهوريه، وكان نازل قدامي ولد كان اسمه هشام، وهشام ده كان داخل على نفس اللجنه بتاعه لجنه الثقافه واللجنه الدينيه، وانا داخل على نفس اللجنه. الواد هشام ده كان اخوان، المهم يعني هو انا سفلته حلو سفلته يعني وخلصته تمام و100 فل. لكن انا اصبحت يمكن بحكم العمل بقى البرلماني كوكيل للجنة الثقافة، أنا بشوف إن إحنا بنعاني معاناة مخيفة من إيه؟ التشوه في هيكل الصرف المالي بتاع الوزارة. الوزارة عندها طول الوقت النوايا الحسنة، طيب معاكوا فلوس؟ لا معناش. إزاي يا جماعة؟ ده الفلوس قدامي اهي لما بنقعد نناقش الموازنة بتاعت الوزارة. حلو، ألاقيها كلها رايحة إيه بقى؟ أجور، لجان، بدلات، مكافآت، اللازي منه. النشاط المباشر ما بيدخلوش حاجة غير النظر القليل. هتتحل الأزمة دي إزاي يا أحمد؟ هو ده هيفضل دورنا يا يوسف موجودة، يعني مناقشة يعني العشر أيام الجايين، هي مش يعني مش هقول لك إن هو ده اللي هيكفي إن خلاص إن الحكومة هتنفذ القصة دي، هو دورنا الرقابي أنا وحضرتك وزملائنا المحترمين من أعضاء مجلس النواب. إن ده لازم النهارده شفنا كلام محترم من معالي وزير الثقافة، وأنا بصراحة مستبشر فيه خير، إن رؤية إن لما حد يعترف في بداية حديثه مش عن إنجازات سابقة، إن أنا عندي مشاكل في واحد اتنين تلاتة، ولما أتكلم وألاقي إن واحد بيتكلم عن آليات تنفيذ في مدة زمنية ويبعتها كمان ويقول لك أنا مستعد أبعت البرلمان بصفة دورية كل الرؤية اللي عندي عشان خاطر أقدر أنهض بمجال الثقافة في مصر، ده شيء محترم جدا. فغير ده بقى يعني أنا مثلا كنت النهاردة بسأله أن في بيان الحكومة أنت كاتب كلمة مهمة جدا ألا وهي يعني خليني هو أذكرها لك، مواصلة العمل على تطوير المناهج الدراسية لتشمل مزيد من التاريخ المصري والثقافة الوطنية. قلت له ده كلام في محور تعزيز الهوية الوطنية، ده كلام محترم جدا وهو داخل في تحت محور مش بناء الإنسان يا يوسف، ده داخل تحت محور حماية الأمن القومي. فقلت له يعني وانت بتكتب البرنامج بتاعك ده واللي انت تحطه تحت محور حماية الأمن القومي، ده شيء بيدل على ان انت فعلا فاهم ان زي ما كنت انت بتقول يا يوسف اللي كان قدامك بيتنافس معاك اخواني او ممكن يبقى عنده اي توجه تاني. لا الواد كان اخواني، هشام ده كان اخواني ايه؟ اخوان يعني من اخمص قدميه حتى اخر خصلات شعره، مذهل. وممكن يفضل الحال ويبقى الوضع على ما هو عليه إلا لو انتبهت الحكومة المصرية، وده اللي هيحصل في الحكومة الجديدة، إن أنزل للنشء وللشباب في المدارس والجامعات وتبقى الصفة الشرعية، مش إن أنا بعمل عملية توعية وأطلع ببيان قدام المجلس النواب وأقول إن أنا ضربت 100,000 شاب، ولا هسمع الكلام ده. أمال إيه نسمع؟ أنت لما تروح للصفة الشرعية اللي هي الاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية داخل المدارس والجامعات، ساعتها هنبتدي نسأل الشباب دي، حضرتك لما خدت الدورات التدريبية من وزارة الثقافة حضرتك نزلت قدرت توصل لكام شاب؟ عشان ده شغل الشباب. طب اللي أكتر من ده، وأنت بتتكلم كان بعض النواب النهاردة كانوا ممكن فيه بيتحدثوا عن فكرة إن إزاي إن الفن بتاعنا رايح لدول أخرى. عجبني جدا السيد وزير الثقافه لما قال لك انا ما عنديش مشكله، بالعكس ده انا اشجع على ده اكتر، ان الفن المصري واصل لكل الدول، لكن انا عندي مشكله ان هو مش واصل جوه في بلدي بالشكل اللي انا كوزير محتاجه واللي انا اقدر اصمم عليه. فالتصميم ده كويس، رؤيه محترمه، بس الموضوع مش كلاما زي موضوع المناهج وسالته عليه، فقال لك هتعاون مع وزير التربيه والتعليم. قلت له ده اديني شكل المنهج هيبقى عامل ازاي؟ انت طبعا ما شاء الله وكيل لجنه محترمه جدا ومهمه جدا للثقافه والاعلام، وطبعا السيده الفاضله دوريه شرف الدين معالي الوزيره تحدثت برضو في الملف ده بطريقه مهمه جدا، وده ميزه لما انت ذكرت في بدايه حديثك ال 25 رئيس للجنه، كل رئيس عنده ملفات زي ما انت ذكرت يا يوسف، سواء بقى طلبات احاطه الاقتراحات بالرغبه، كل ما يتعلق بمناقشات داخل اللجان هي بتوصل للحكومه عشان نقول ان ده كويس، لا واحنا محتاجين نزود عليه، او اللي محتاجين اكتر واكتر ان احنا، وده اللي بيحصل مننا وهيحصل اكتر كمان خلال الفتره الجايه،
الرقابة على مؤسسات الدولة عشان يبقى الوضع على ان احنا شايفين ان في نجاح محترم، والنجاح الحقيقي ان المواطن يحس بقى بالكلام ده. انا مش يسمعني دلوقتي يقول لك يا عم انا سمعت الكلام ده، لا والله ولا سمعت الكلام ده ولا اي حاجه. احنا فعلا عايزين ان احنا نبقى موصلين رساله محترمه للمواطن ان في عمليه التكامل يا يوسف، ان انا مش براقب على السلطه التنفيذيه من اجل ان انا اعمل عفوا في الكلمه شو اعلامي اللي انا بطلع الاخطاء فقط لا غير. هو ده مش هيهم المواطن دلوقتي خلاص، مش هيقول اه ده فلان وفلان اتكلموا مع الحكومه بشكل فلاني فطلعوا كويسين، لا هو المواطن عايز يحل يحس في الاخر ان الكلام بتاع يوسف والكلام بتاع فتحي والكلام بتاع جميع الساده النواب انا عايز اشوفه فعل على ارض الواقع، وده اللي هيحسوه اكتر بقى لما هنفتح ملف الحمايه الاجتماعيه. أيوة. خلال اليومين الجايين طبعا مع معالي وزيره التضامن الاجتماعي، وطبعا اكتر واكتر ده كمان مع معالي وزير التربيه والتعليم والتعليم العالي ووزير الصحه فيما يخص الصحه والتعليم. صحيح. كل ده الناس برضو محتاجه تشوف وتسمع، فان شاء الله اليومين الجايين طبعا هنوضح يعني لك كل الاجراءات اللي بتحصل داخل هتلاقيني اللجنه مازلنا عليك عشان كتير. المواطنين يحسوا فعلا ان الحكومه الجديده واقفه في ظهرهم ان شاء الله. مازلنا عليك كتير قوي. انا شرف ليا جدا يا شرف حبيبي ليه. ربنا يخليك يا ابو حميد، تسلم. كل الشكر لسياده النائب احمد فتحي عضو اللجنه المشكله لدراسه بيان الحكومه.